خليني اخد معايا على التليفون مخرجنا الكبير استاذ احمد نادر جلال. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، ده شرف ليا ان اكون معاك. لا ده انا اللي اتشرف، ما تقولش كده ابدا، ده انا اللي اتشرف جدا قوي خالص يا كمان. دي الناس، ده شرف ليا والله. لا والله باذن الله يعني نشوف الفيلم قريب في دور العرض، ويبقى عندنا بقى من دلوقتي اعمل اتفاق ولا اعمل وعد ان استاذ احمد ومجموعه العمل الرائعه يكونوا منوريننا في الاستوديو، او احنا نجي لكم. يا سيدي ده انت تؤمر. يا ده لامر الله، ربنا يخليك، ده كلك ذوق. كلمني عن السرب يا استاذ احمد، خصوصا انه فيلم عسكري بيبقى جهد وبيبقى فلوس ويعني بيبقى مليان تفاصيل، عايز اعرف عملتوا ايه؟ بص احنا عملنا بصراحه المستحيل في الفيلم ده، يعني يعني انا اشكر الاول الشركه المتحده، واشكر المنتج كان البورسي، واشكر القوات الجويه والقوات العسكريه على كل المجهود والدعم اللي هم ادوه لنا بصراحه. وكلنا واحنا بنشتغل في الفيلم ده كان عندنا باشن فظيع ان احنا نطلع فيلم يليق بالذوق العالمي، مش هقول الذوق المصري يعني. الله الله. بالذوق العالمي بمعنى ان احنا بنعمل فيلم في اخر سينمائي، بنعمل فيلم سينمائي، بنعمل فيلم تجاري سينمائي الجمهور يحب يتفرج عليه. يعني ما بنعملش فيلم دوكيومنتري، احنا مش عاملين فيلم دوكيومنتري، مش عاملين فيلم وثائقي عن الحادثه. أيوة. نفسها. يعني مش مجرد فيلم وثائقي بالمتعارف عليه في الوثائقيات. بالعكس. انا بوثق بس بعمل سيما تجاريه. الناس تتفرج. سيما تجاريه، وبنعمل فيلم فيه ايموشنز وفيه عواطف كبيره جدا 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 جدا، يعني الناس اللي اتفرجوا على الفيلم دول عيطوا ثلاث اربع مرات في الفيلم. فالفيلم ده عباره عن فيلم سينمائي تجاري، بغض النظر عن لفظ التجاري صح او غلط، بس هو تجاري فعلا، عشان السينما صناعه وفن وتجاره طبعا. فاحنا الحمد لله يا رب عرفنا نعمل المعادله دي للفيلم، وربنا يكرمنا ويقدرنا والفيلم ينال استحسان الناس ويعجبهم يا رب ان شاء الله. جدا جدا هو يعجبنا ونص، احنا كفايه لما شفنا بس كده التريلر بتاع الفيلم فبقينا قاعدين متشوقين انه ينزل لدور العرض. يعني ينزل على امتى؟ هينزل ان شاء الله يوم 25 او يوم 1/5، يعني واحد يوم 25/4 يوم 1/5 ان شاء الله يا رب. ويبقى كده مصحوب بالكلمه بتاع بجميع دور العرض وننزل نروح. مظبوط ان شاء الله يا رب. قدها وقدود، ربنا يا رب يوفقكم، واحنا متاكدين انه هيطلع فيلم حلو وكبير يا رب دعواتك يا رب. والله يعني لا انا متاكد، كل الناس انا بشكر كل الناس اللي اشتغلت الفيلم ده من اصغر حد لاكبر حد فعلا، عشان كل الناس بذلت اكبر مجهود انها تطلع الفيلم ده باحسن صوره ممكنه، عشان ده فيلم يعني ممكن المخرج او السينمائي يعيش ويموت وما يعرفش يعمل فيلم ده في حياته تاني. لا والله اصل طالما خدتوا القرار وطالما احنا ماشيين في كده وبنعمل افلام بهذه الطريقه وماشي، انا كلنا عارفين فيلم سيفينج برايفت راين، ففيلم ابن لذينة مهول. فانا كنت اقعد اقول يا جماعه الامريكان عملوا مئات الافلام على الحرب العالميه الثانيه و90% منها تهجيص. ما انا قلت لحضرتك الكلام ده قبل كده، وبقول مع حضرتك تاني ان الافلام الحربيه عموما هي افلام تجاريه. ايوه هي افلام الناس بتحب تتفرج عليها بالظبط كده، لما تكون مبنيه على احداث حقيقيه. صح 100%. ده بالنسبه للناس، ده شيء انا عايز اتفرج عليه، جايز الحد ده انا ما اعرفوش، عايز اعرف عنه اكتر او جايز انا اعرفه، بس عايز اعرف هو تناوله ازاي. ف سيلينج بوينت او نقطه بيع في كل الاطراف. طبعا طبعا طبعا. ألف مليون مبروك مقدما، وإن شاء الله كل النجاح للفيلم بإذن الله، وده أمر أظنه يعني واضح ومتوقع. وإحنا كده خلاص عندنا وعد إن إحنا نتقابل مع أحمد نادر جلال مع حفظ اللقب وفريق العمل. يا سيدي ده شرف ليا والله. لا ده أنا اللي أتشرف، أشكرك جدا 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 جدا، وألف مليون مبروك، وبإذن الله الفيلم ينزل يكسر الدنيا في الدنيا مش بس عندنا في مصر.